أعزائي المشاهدين، بجلسة حوار من القلب مع أعضاء الاتحاد العمالي العام، اليوم بدنا نحط النقاط على الحروف ونشوف هل يا ترى الاتحاد العمالي العام عم بيلعب دوره هالأيام؟ طبعا. نعم، لكن يعني المازوت عم بيغلى، الغاز عم بيغلى، كل المواد الاستهلاكية عم تغلى، شو رح يعمل الاتحاد العمالي العام؟ الاتحاد العمال العام رح يقوم بدوره على أكمل وجه. نحن بنرفض نتخلى عن دورنا أو نتخاذل. طيب فتير الخليوي، يقال إنه فيها نهب وظلم وإجحاف، يعني حماية المستهلك مش عم تتحرك أبداً، شو رح يعمل اتحاد العمال العام؟ الاتحاد العمالي رح يتحرك ورح يقوم بدوره لآخر تكة، ما رح نقصر ولا رح نخاف من حدا، وخطواتنا قريبة جداً. طيب شو ناطرين؟ المواد الغذائية اليوم عم بيزيد سعرها بنسبة 30 لـ40%، يعني 100 دولار بالسوبر ماركت أنجا أجيب لك قرضين؟ الاتحاد العمالي رح يلعب دوره للآخر، ومهمتنا ما حدا بيقدر يردعنا عن القيام فيها، وسوف نتحرك قريبا جدا 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 جدا. أنا برأيي نتحرك هلا وما بقى ننطر، شو قلتوا؟ نتحرك هلا، معك حق. يلا يا شباب تفضلوا قوموا، عن إذنك يا أنسة. لا لوين رايحين يعني؟ عشان مظاهرة؟ لا، نحن بدنا نأدي دورنا ونقوم بمهمتنا مثل العادة، يلا يا شباب. ما حدا يعلمنا شو بدنا نعمل. Hmm.